على فكرة ما كانتش صدفة. لما قابلت صاحبك اللي قالك على ندوة بتتكلم عن ربنا وانت رحتها فسمعت كلمة دخلت قلبك فغيرت حياتك، ما كانتش صدفة. لما سمعت ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وحستها بقلبك، ما كانتش صدفة. لما موقف جمعك بحد اتعرفت عليه وكان سبب في تغيير حياتك للأحسن، برضو ما كانتش صدفة. لما في عز ضيقتك لقيت حد جاي يطبطب عليك ويخفف عنك ويقولك لعله خير، ما كانتش صدفة. لما حد كان محتاج نصيحة أو حتى محتاج يفضفض وجالك أنت فخففت عنه أو كنت دليله على فعل الخير، ما كانتش صدفة. لما جالك ابتلاء كشف لك كتير من اللي حواليك، أبدا ما كانتش صدفة. لما فتحت التلفزيون مرة وسمعت البرنامج بيقول ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس في وقت كان معدل قناعتك مش تمام، ما كانتش صدفة. لما أول ما فتحت الفيسبوك لقيت قدام عينيك فاذكروني أذكركم، ما كانتش صدفة. لما بعدت في يوم عن ربنا بعدها سمعت خبر وفاة حد فتذكرت الموت ورجعت، ما كانتش صدفة. لما كل الناس كانت نايمة وانت كنت قايم بتناديه وبتدعيله وبتبكي بين ايديه، ما كانتش صدفة. دي كانت بس رسالة من ربنا كان بيوجهك فيها لعلاج حالتك وكان بيدلك فيها على الطريق، كان بيقربك منه وبيبين لك صفاته واسماءه الحسنى، كان بيخفف عنك في عز ضيقتك وبيقول لك ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وما كانتش صدفة برضو ان حد يكتب الكلام ده فاسجله حضرتك تسمعه دلوقتي فتفتكر مواقف كتير بتعدي علينا ربنا بيبقى معانا فيها بس بننساها في زحمة الحياة، ما كانتش صدفة. يوسف الداري.